فعاليه الاتحاد الدولي للصحافه العربيه. يسعدني ان يكون معايا المخرج الكبير المتميز صاحب الاعمال المميزه عمر عبد العزيز. نرحب بحضرتك على الوقت. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا وسهلا. مبارك لك النهارده على تكريمك. والله انا ما عارف، انا جاي اخد تكريم لاخويا فمش عارف، بس انا سعيد جدا. الجو العام حلو والناس مبسوطه. رايك ايه في ظاهره تكريم الرموز الفنيه بتاعتنا والسياسيه والرياضيه في فتراتنا الماضيه؟ لا، تكريم شيء مهم جدا في حياه الفنان او الرياضي او من فتره لفتره لازم نقول له الناس فاكراك يعني. واعتقد اما ان نكرم انسان في حياته احسن ما نكرمه بعد ما ماته، بتفرق شويه. يفرح وبتاع، وفي ناس يقول لك يعني درع شهاده بتاع يرجعوا الايام حلوه ويفكروا بحاجات حلوه. فارجو ان يستمر، بس مش تكريم بقى اللي بيجرى ب 200 واحد و 300 واحد في السهره الواحد. لا، لازم تقنن شويه. تكريم الاستاذ محمد عبد العزيز. ايوه حبيبي. بما ان حضرتك اتكلمت على التكريمات اللي بتيجي كده من غير تقنين، رايك ايه في القرار الاخير لوزاره الثقافه عدم اقامه اي مهرجان الا من خلال تصريح من خلالها هي؟ ده شيء انا اولا رئيس لجنه المهرجانات، فكنا مقدمين لائحه وطلع قرار من السيد رئيس الوزراء باللجنه الجديده. طبعا في مهرجانات بتسيء لمصر، فده كان بس التمويل يعني في القرار الجديد 40% من قيمه المهرجان، ده اللي بنحاول ان شاء الله نغير فيه شويه. انما كده هنخلي المهرجانات الجاده، لان انا شفت مهرجانات بيهربوا ويسيبوا الضيوف في الاوتيل يعني. دي حقيقي حصل. فاعتقد انه قرار جريء وجميل وفي وقته. محتاجين عشان نقنن بقى شويه. يعني لان المهرجانات كترت قوي بصراحه. رايك ايه في المخرجين الجداد بما ان حضرتك جيل مختلف؟ المخرجين الجداد رايك فيهم ايه؟ زي احمد خالد موسى، زي بيتر ميمي، رايك فيهم ايه وفي شغلهم لو انت كنت تابعته؟ لا، على المستوى التكنيك كويسين جدا. احنا عندنا مخرجين واعدين جدا شباب، بس ارجو انهم يعني يركزوا في الورق شويه. يا فرحتي هعمل تكنيك ما حصلش في موضوع ما يستاهلش. والظاهره برضو الغريبه ان يعني المسلسلات حتى الدراميه بتاعت رمضان اللي كلها قتل وجري وعربيات بتمطارده فين؟ واحنا عارفين نسوق في الشارع. يعني لا، انا واقع بمشي الاقي 12 واحد ماتوا في الشارع. لا، عمري ما. فارجو انهم يهتموا بالورق، لان السيناريو او الورق هو الهيكل العظمي للعمل كله. حضرتك غايب عندنا من فتره، يمكن 4 5 سنين اعتقد. بالظبط. انا اتلمخت بالنقابه، انا كنت وكيل اول نقابه سينمائيين ودلوقتي رئيس الاتحاد، انما بحضر. والجو العام ما كانش مساعد بصراحه، يعني مش كناش هنقدر نجاري اللي بيجرى ده. ان شاء الله ان شاء الله. لا، سينما ان شاء الله ان شاء الله. لا لسه. اشكرك جدا يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي.